لا تزال أخبار المطربة شيرين عبد الوهاب تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي على إثر خلافاتها مع طليقها الفنان حسام حبيب. وفي تطور مفاجئ، تقدم محامي شيرين عبد الوهاب ببلاغ يتهم فيه شقيقها محمد عبد الوهاب بالتعدي عليها هو مع آخرين وإيداعها مستشفى للصحة النفسية عنوة، وذلك بعد تصالحها قانوناً مع حسام حبيب وتنازلها عن القضايا التي رفعتها ضده. وعلى الصعيد الآخر، جاء رد شقيق شيرين ووالدتها يتنافى مع هذا الاتهام، حيث طالبت والدتها في إحدى البرامج حمايتها من طليقها حسام حبيب التي بدأت تتصالح معه، وقال أنه يدفعها لتعاطي المخدرات وأن شقيقها أدخلها المستشفى لتتعالج. تباشر النيابة العامة التحقيقات في هذه الواقعة وتهيب بالجميع تحري الدقة في المعلومات التي تتداول حول هذه الواقعة. ومن ناحية أخرى، انشغل الرأي العام بمحاولة معرفة حقيقة ما حدث مع مطربتهم المحبوبة. كانت الأزمة قد بدأت منذ شهور مع إعلان انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب ورفع كل منهما قضايا ضد الآخر. وما لبث أن بدأت تهدأ الأمور واستأنفت شيرين نشاطها الفني حتى دخلت في دوامة أخرى. شيرين عبد الوهاب واحدة من أشهر نجوم الطرب المصري، ولكن دوماً كانت أخبارها الشخصية تغطي على أخبارها الفنية، حيث مرت بعدة أزمات وصراعات داخل الوسط الفني وخارجه، ما يجعلها من حين لآخر حديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. سمر بشات لصباح العربية من القاهرة.